اسمحوا لي أيها السادة، في بداية المجلس اختاريت أن أقرأ قصيدة للراحل حج صالح الحداد أبو جمال، قصيدة رائعة رحمة الله عليه، والله يرحم جميع أمواتكم إن شاء الله. أيا ابن أمير المؤمنين تحية من القلب أزجيها، وقد عظم الخطب تذكرت يوم الغادرية حينما أتى الغادر من حدب يسانده صوب، وقد ضاقت البيداء على آل أحمد فأكبادهم حرا وجنبهم العذب، كأني إذا أصغي لسمع صراخهم نساء وأطفال تروعهم حرب. وقد أرسلوا في الليل وفدا وقصدهم أبا الفاضل من يوم بدا دونهم صعب، فأغروك بالدنيا وبالجيش إمرة ولم يفهموا معنى العقيدة إذ ذهبوا. ولم يفهموا معنى العقيدة إذ هبوا، فأغريتهم بالدين والخلد جازما بأن إله الكون ما دونه رب. تناسوا تعاليم الإله وما أتى به المصطفى طرا وما أنزل الرب، قصدت أبا الفضل الذي هو لم يزل حديثا قديما في النوائب يقصد، يمد على قلب السقيم بكفه، وإن لم تكن يوم الطفوف له يدور.